مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. أطلق رئيس حزب الحركة الشعبية من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي علي هارون برنامج الانطلاق الرسمية للأنشطة السياسية للحزب داخل مدينة إنجمينة. بحر الدين عبد الشافي عدود. انطلقت فعاليات برنامج الحملة السياسية للحركة الشبابية من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة إنجمينة، وذلك بهدف القيام بتعبئة جماهيرية وخاصة شباب الحركة للتحرك وممارسة أنشطتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبحث عن سلام دائم يضمن العيش بكل كرامة وحرية. رئيس حزب الحركة الشبابية من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي شكر المناضلين والمناضلات، حاثا إياهم على تكثيف الجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والمشاركة في مشروع التنمية الاقتصادية. فإن العزمة الاقتصادية والحالة الاجتماعية المؤسفة التي ألمت بنا منذ أكثر من 3 أعوام، فبعد أن تساءلنا وتشاورنا وتفاكرنا معا حول برنامج سياسي وطني طموح للخروج بالبلاد وعباده إلى بر الأمان، تحصلنا إلى هذا الحزب. تبقى الإشارة، فإن رئيس الحركة الشبابية علي هارون أكد في خطابه إلى أن حزبه سيساهم في جميع المناشط والبرامج السياسية التي تشهدها الساحة التشادية سواء كانت بلدية أو تشريعية. وصلت حملة محمد صالح موسى إلى الدائرة الأولى ضمن حملة تستهدف شباب حزب الحركة الوطني الإنقاذ في مختلف الدوائر بهدف توعيتهم حول الأوضاع الراهنة. محمد حسن آدم. صلت من نشاطات الحملة التوعوية التي أطلقها الأمين التنفيذي لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة إنجمينة محمد صالح موسى والرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وكذا الوقوف خلف الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لمواصلة برنامجه السياسي بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث حمل الأمين التنفيذي نفس الرسالة إلى سكان الدائرة الأولى والتي فهواها التمسك بالمبادئ السياسية للحزب ومواصلة الحوار من أجل الخروج بنتائج إيجابية. المشكلة التنين وشكشك السوسيال والبوليتيك. كان قالوا السوسيال لا سندكات قاعد أي وقت ده كان شغلات قاعدة السندكات الدافي للأمال ده نعرف كلنا في بلدان كله كي أجينا السياسيين ده منا برا، لكن مشكلة أنا سندكات ما الحكومة قاعدة تقبل ناخش يدروا هلا السياسيين بنص فوقه بقول لنا عنينا الشباب دخلين دول في شهري نقول لهم ما نرضو فارسكة نعرفو مستوى الشباب هنا تشال بريجزان يدريزي بخطانا فوقت. هذا وكما تخللت المناسبة عدة مداخلات منها كلمة ممثل الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة الأولى حسن محمد جلادمة وممثل النائب البرلماني بالدائرة، والذين أشادوا جميعهم بهذه البادرة، كما أكدوا بأن هذه الأزمة لا تحل إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات، فعلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين مواصلة الحوار والخروج بالنتائج التي تسهم في إيجاد حلول مناسبة للأوضاع الراهنة. احتضنت مؤخرا قرية أبو جوقان كبيرة التابعة لمركز إداري إنجمينة فارة بإقليم حجر لميس حفل تنصيب أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الديمقراطي من أجل السلام بحضور رئيس الحزب أبكر جدة صالح. تفاصيل أوفى مع أحمد خميس جمعة. في هذه الحفاوة استقبل الرئيس الوطني لحزب التجمع الديمقراطي من أجل التنمية إرددي والوفد المرافق له عند مدخل القرية، فبعد مصافحة المناضلين والاستراحة بدأ حفل التنصيب بفناء منزل البلامة، حيث ألقيت العديد من الكلمات، أولاها كلمة رئيس اللجنة التنظيمية، تلتها كلمة رئيس قرية أبجوخان كبيرة بلامة موسى أبكر الذي أكد نيابة عن السكان بأنهم سيقفون
يقفون مع الحزب لتحقيق أهدافه، مقدما متطلبات مواطنيه أهمها المياه الصالحة للشرب ومركز صحي وبناء مدرسة للتعليم والطريق. من ثم قرأ المناضل أبكر حسن أبكر قائمة أعضاء المكتب المعين حيث يرأسه جيم آدم بشارة ينوب عنه أحمد هارون. في مداخلته إمام القرية فضيلة الشيخ مالم دناع جدة فقد طلب من الله السداد والتوفيق لأعضاء المكتب، كما لفت انتباه السلطات بأن القرية لم تحظى بأي خدمات من قبل الحكومة خاصة المعدات الزراعية، وعلى الحكومة النظر في سعر حراثة الجرار الذي لا يتناسب مع ظروف القرويين المادية. كانت الكلمة الأخيرة للرئيس الوطني للحزب الذي هنأ أعضاء المكتب وطلب منهم العمل بجد وإخلاص لاستقبال المراحل الانتخابية البرلمانية وفق الإصلاحات التي تشهدها البلاد في غضون الأشهر القادمات. ناس نبجو قانا خليه يشوف شغل الأنينة قانا نسوي أنينة قانا نسوي شنو؟ ناس نبجو قانا كله يقيفوا يخدموا نفسهم، هم بس يربضوا أي شيء الحزب ده، هم بس يكبروا والحزب ده هنام. كان وصفونا نيتهم السمحة ده أنينا ما أمد دائما، مش لسه أنا جينا لكم ده أنينا ما أكو دائما، وأي وقت كان أنينا بدينا دقينا نقارينا قان ده نادم هنب جوغانا ده لازم يجي يقف. كما طلب من القرويين عدم قطع الأشجار الذي له أثر سلبي في البيئة حيث يحجب نزول المطر ويجلب الصحراء. للتذكير فإن حزب التجمع الديمقراطي من أجل التنمية RDD تم إنشاؤه في عام 2008 ميلادية. أطلق رئيس رابطة محور للإبداع الثقافي نشاطات الجمعية للعام 2018، كما تطلق إلى حصيلتها عام 2017. كان ذلك بالتنسيق مع جمعية أيادي للتنمية. آدم محمد شرف الدين والمزيد من التفاصيل. من أجل تنمية مواهب الشباب وإبداعاتهم الفكرية، نظمت رابطة محور الإبداع الثقافية بالتنسيق والتعاون مع منظمة أيادي للتنمية، وذلك بهدف اختتام أعمال أنشطة 2017 وانطلاقة أنشطتها الجديدة لعام 2018، سعيا إلى تطبيق أهدافها التنموية في رقي ونهضة الشباب. نحن موعدنا بإذن الله لن نتوقف في هذا المكان، بل فروحنا واسعة وسفيرنا متسع إلى أن نصل إلى شيء، لأن الوضع أمان ونحن شباب ناشئون، الوضع منتظرنا لنصنع له شيء. رئيس منظمة أيادي للتنمية أكد في حديثه بأن الشباب هم ركيزة المجتمع وبهم يتم التنمية الشاملة. إن منظمة أيادي للتنمية تولي اهتماما بالغا بالشباب، وجعلت الشباب من أهم أهدافها، فلذلك وإيمانا منها بذلك فإنها تعتبر الثروة الأساسية للتشاب ليست الثروة البترولية. هذا فإن المناسبة شهدت تقديم الكثير من القصائد والأشعار التي تجسد إلى إبراز قدرات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية، واختتمت المناسبة بتوزيع شهادات تقديرية للأشخاص الذين ضحوا في خدمة الرابطة ومنظمة أيادي للتنمية. أعلن رئيس جمعية مهنية الخياطة في تشاد حسين أدم وكمرة إطلاق مهرجان كيلو فاشيون الدولي في دورته السادسة. جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم. تفاصيل مع السريك وإشراق رحمة عبد الله. يأتي هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان كيلو فاشن الدولي من أجل إعلان الموعد الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا المهرجان في دورته السادسة، والتي تبدأ من 15 وإلى 17 من فبراير الجاري تحت رعاية سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. رئيس جمعية مهني الخياطة في تشاد حسين أدمو كامارا قال أن رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة إلا أن المهرجان حظي برعاية سيدة البلاد الأولى ودعم الشركاء المتمثلين في سفارة فرنسا لدى البلاد وفندق راديسون بلو والخطوط الجوية المغربية وغيرهم من الشركاء. كما أوضح كمارا بأنه كيلو فاشن الدولي هي مبادرة تهدف إلى ترقية الموضة التشادية وعرضها بمختلف المهرجانات الدولية،
وأن هذه الدورة سيشارك فيها 8 مصمم أزياء قادمين من الكونغو الديمقراطية، التوغو، النيجر، البنين، الكاميرون، بوركينا فاسو وغينيا كوناكري. هذا ونذكر بأن المؤتمر الصحفي تخلله العديد من الأسئلة والاستفسارات، وقد أجاب عليها المؤتمر أدمو حسن كامارا بإيضاح. عقد أعضاء الكنيسة الأخوية اللوثرية انطلاقة الجمعية العمومية للكنيسة، وذلك بهدف تقديم بعض الإنجازات التي حققها أعضاء المكتب التنفيذي. كان ذلك بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي وعدد من القساوسة محمد آدم شرف الدين. هكذا بدأت نشاطات الجمعية العمومية للكنيسة الأخوية اللوثرية في دورتها العادية 50، وذلك بهدف تقييم الإنجازات التي حققتها خلال 4 سنوات الماضية، حيث تخللت المناسبة مداخلات عدة. وبعد الكلمة الترحيبية قدم ممثل تحالف البعثات الإنجيلية في تشاد سوينا بوتيفارا كلمة أوضح فيها بعض الكلمات المهمة في الكتاب المقدس، والتي تدعو إلى الوحدة والسلامة والتحلي بالصبر في مواجهة بعض الصعوبات التي تواجههم في الحياة اليومية. رئيس المكتب التنفيذي لكنيسة الأخوية اللوثرية من جانبه عبانا بعض الإنجازات التي حققها خلال وجوده. المهم ده سوينا إيفانجيليزاسيون بشرنا قلمنا الله في ليان حسا كل لجنا ناس خطير وعندنا إيفانجيليس كاد هناك غايب أليم الناس هناك دا السوينا عندنا بروجي أنا كرمي على كان قول آمين دا. هذا فإن الجمعية العمومية العادية لهذه الكنيسة تستمر لمدة 72 ساعة لاختيار رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمسايرة ما تبقى من أعمال وخدمة أتباع الديانة المسيحية. وصل إلى التوم مدينة أبشة، حيث خلال إقامته بمدينة أبشة وزير الأمن العام وإدارة الأراضي أحمد محمد باشير التقى بالمسؤولين الإداريين من عسكريين ومدنيين وكذا السلطات الدينية بالمنطقة، وحثهم لاحترام السلم الإداري وحماية ممتلكات الدولة. عباس أبكر مصطفى. الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم واحترام السلم الإداري هما كان الرسالتين الأساسيتين اللذان حملهما وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر في لقائه الأول الذي جمعه مع المسؤولين الإداريين والعسكريين لقوات الدفاع والأمن بإقليم والداي. الوزير أحمد محمد باشر خلال اللقاء طلب من قوات الدفاع والأمن مساندة الرجال العدل لتحقيق عملهم على أكمل وجه، داعيا للعاملين في إدارة الضرائب متابعة الدخل واحترام إجراءات الحكومة فيما يخص هذا الشأن. اللقاء الثاني استقبل فيه وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي رجال الدين والسلطات التقليدية، حيث دار الحديث حول الخلاف بين المزارعين والرعاة، وحث الوزير أحمد محمد باشر رجال الدين على لعب دورهم المنوط في بسط التعايش السلمي بين مختلف مجتمعات الإقليم وتوعيتهم ليكونوا يقظين. وفي ختام اللقاء دعا الوزير رجال الدين الصلاة من أجل السلام، وانتهز حاكم إقليم والداي آدم فورتي أحمد فرصة هذه اللقاءات بتدوين كل الملاحظات والتوجيهات لتؤخذ بعين الاعتبار في المستقبل. التقرير لآدم حسن المكاوي. ونبقى في نشاطات الإخوة من أتباع الكنائس، حيث نظمت كنيسة أبوستوليك الكاثوليكية مؤتمرا وطنيا بمشاركة وفود قدمت من داخل وخارج البلاد. المؤتمر سيناقش عدة قضايا أبرزها مسألة السلام والتعايش السلمي. عبد الله هارون. الانطلاقة الرسمية لفعاليات المؤتمر الوطني حول أهمية السلام والحفاظ عليه الذي نظمته كنيسة أبوستوليك بمشاركة العديد من أتباع الديانة المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي. وعليه فقد تناول القس دافيد بومباي أهمية السلام والتحلي بروح الوطنية والحفاظ على الوحدة والتضامن الذي يعد حاجة ملحة لكافة شعوب العالم، وأكد أن السلام هو السبيل الوحيد الذي يتم من خلاله تحقيق الأهداف والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع وتقدمها في المجالات كافة. وشدد في حديثه القيس دافيد إلى أن التوجه والتضرع إلى الله هو الضمان والسبيل للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها البلاد. وختم المؤتمر بالترانيم والصلوات الإنجيلية
لأتباع الديانة المسيحية. التقى أعضاء جمعية التوعية حول مخاطر الغاز والمواد البترولية بنساء في حارة مرسال بالدائرة السادسة، وهذه المرة الحملة تستهدف الأخوات المسيحيات في هذه الحارة. محمد حسن آدم. الغاز هو البديل الأفضل للطاقة المنزلية والذي يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الأنظمة البيئية، كما أن استخدام الغاز يحافظ على صحة المرأة أثناء الطبخ. وعليه جاءت هذه الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمعية من أجل التوعية والحفاظ من مخاطر الغاز والمواد البترولية أسريب، بحيث أن الغاز يؤرد حياة المستخدم للخطر إذا أسيء استخدامه. وعليه فقد شرح ممثل رئيس الجمعية إدريس حسن جيم للنساء المسيحيات بكنيسة مرسال بالدائرة السادسة كيفية استخدام أنبوبة الغاز بالطريقة المثلى. الاكتيفيتي قلنا ده هدف قلنا ده نوصف الناس كيف نستعمل الغاز والإصابة بالأمر، وكيف نوصف الناس ما بصل هذه وناس البخاف وما بيتلزي غاز كل بجي بيتلزي، وعشان نلوتي كونتر انفيرونمون ونبروتيجي للكونسوماتور كل عشان ما بصل هذه. هذا ونشير إلى أن الجمعية أسريب ستواصل في أنشطتها الرامية إلى توعية سكان مدينة أنجمينا للاستخدام الأمثل لأنبوبة الغاز وكذا الحفاظ من مخاطر المواد البترولية المختلفة. بهذا التقرير حول مخاطر الغاز ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.